باسمكم أحيي من انضم إلينا من ضيوفنا من القاهرة السيد جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي من القاهرة. أهلا بك يا سيدي، كما أرحب باستوديو النيل بالقاهرة أيضا السيد طاهر المعتصم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، أهلا بك. كما أرحب من ورسو السيد عادل عبد العاطي رئيس حملة سودان مستقل. أبدأ من القاهرة مع السيد طاهر المعتصم، الهدنة كيف تراها بعد تكرارها؟ سيد طاهر هل تسمعني؟ إلى حين ضبط هذا الاتصال السيد جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. سيدي، الهدنة هل هي بداية لحل هذه الأزمة أم أنها تكرار لسابقاتها في محاولة النزوح وإجبار الطرفين على تفاوضات قد يبدو في ظاهرها هدنة وفي باطنها اتصالات سرية لا يعلن عنها؟ كيف ترى الأمر؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يا سيدي، هذه الهدنة مثل سابقتها من الهدن السابقة، هدن هشة تحتاج إلى مزيد من إعادة النظر فيها وجدية يعني الأطراف وتحديدا ميليشيا الدعم السريع، لأنه لا التزام من قبلها بالهدنة رغم أن الأمر يزداد سوءا لحظة بعد لحظة. وكأن السودان صار منذ 56 منذ الاستقلال على مدار 77 عاما بات لوح التنشين وميدان للرماية سواء لأطراف داخلية أو أطراف خارجية. وبالتالي هنا يعني إذا كان الكلام عن هدنة والالتزام بها فهذا لا يحدث، بدليل أن السوءات تزيد، هناك يعني مشاكل عديدة تتعلق بالصحة وبالإغاثة وبالدعم اللوجستي وب يعني النزوح الداخلي للسودانيين وحالة ارتباك، اقتصاد يتراجع، إغلاق للأسواق، تهديدات متواصلة، أزمات تعيشها الجاليات من مختلف دول العالم هناك. وبالتالي هنا يعني هذا الأمر يعكس إصرار واضح من ميليشيا الدعم السريع على مواصلة ما بدأ به. وأنا شخصيا أرى أنه من خلال ما تابعت منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة يعني أستطيع القول بالفم المليان أن حميدتي يعني ظن للحظة أن ثقافته في دروب الصحراء من الممكن أن تصل به إلى الهدف بأقصر الطرق، ولكن حساباته خاطئة وأنه يقود السودان إلى مزيد من الخسائر. هذه الحرب لن يدفع ثمنها سوى الشعب السوداني، الخاسر الوحيد هو السودان. متغيرات سريعة ومتلاحقة في الداخل السوداني تقابلها أيضا متغيرات وعقارب الساعة هنا مختلفة في المتغيرات الإقليمية والدولية. لم يعد أحد من حتى على صعيد المجتمع الدولي والقوى الإقليمية لديها رفاهية والوقت الذي تنظر فيه لمساعدة السودان. لديها حرب روسية أوكرانية تشغلها طرف الصراع ما بين أوروبا وأمريكا من ناحية والصين وروسيا من ناحية، وبالتالي لديهم أولويات. الأمر الذي يقود إلى أن هذه الأزمة يعني تدق الأزمة في السودان تدق ناقوس الخطر، وخوفا من أن تصبح يعني حرب منسية. وأخطر أنواع الحروب يا سيدي هي الحروب المنسية التي دائما ما يدفع ثمنها الشعوب، الشعب السوداني. علينا يعني بشكل حقيقي أن نتوقف هنا ونفتح قوس في غاية في الأهمية. لابد إذا كنا، وهذا الموقف المصري الأكيد الذي أنطلق منه وهو أن هذه الأزمة أزمة سودانية وأن الحل لابد أن يكون من السودان، وأنه آن الأوان لأن يعود أو يصبح السودان سودانيا خالصا بعيدا عن أي تدخلات أي أطراف خارجية. وبالتالي هنا يعني على كل الأطراف أن تدرك جيدا أن ما يحدث في السودان ليس بعيدا عن 2003، ليس بعيدا عن التخطيط والبذرة التي زرعت في المنطقة والإقليم بشكل عام والخرائط العربية بشكل عام.
لما يسمى بالربيع العربي الذي بدأ 2003. سأعود إلى هذا المحور سيد جمال في منطقة زمنية قادمة، ولكن سأذهب إلى سيد طاهر المعتصم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني. سيدي، الهدنة تقبل وتنتهك، ما هي الفكرة من أن تقبل وما هو الغاية من أن تنتهك؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. الهدنة حقيقة تحقق بعض الهدوء النسبي، يسمح للمدنيين بقضاء حوائج قليلة، ولكن تنتهك بالنسبة لما يحدث على الأرض. يبدو أن بعض أو واحدة من الجهتين فقدت الاتصال المباشر مع الجنود على الأرض، لذلك لا يحدث التزام بالهدنة. هذا هو التبرير؟ في تقديري حسب متابعاتنا تعلن الهدنة، وبعد ساعات نسمع أن قوات قصفت الأخرى، بالتالي مؤكد أن الإرادة لوصول قرار تنفيذ الهدنة لم تحدث هذه الإرادة، إضافة إلى أن ليس هناك مراقبين وطنيين للتأكد من ينتهك هذه الهدنة في ظل الأوضاع الخطيرة جدا جدا على الأرض. طيب سيدي، في نقطة أنا أعتقد أخرى أن آليات تفضل آليات تنفيذ الهدنة على الأرض هي المطلوبة حقيقة، حتى يتم رصد الانتهاكات من أي جانب، ويكون واضح للمواطن السوداني أن الجهة التي تنتهك هذه الهدنة هي المتسببة فيما يحدث له. في تقييمك طبقا للاتصالات في بيان عاجل ورد إلينا، ليس الآن ولكن في توه، بأن الجيش السوداني لن يتفاوض خارج حدود السودان في هذا التوقيت، لا في جدة ولا في جوبة، لماذا؟ أعتقد أنه الوساطة التي تتم الآن يريد الجيش السوداني تحديدا أن تكون داخل الأرض السودانية، تكون بإشراف من القوات المسلحة السودانية، لأن ما يحدث الآن هي معركة وطنية حقيقية، إضافة إلى خطورة التحرك من الخرطوم أو غيرها للمطلوب أن يجلسوا للتفاوض في ظل إغلاق الأجواء السودانية. وهل تتصور أن الداخل السوداني متمثل في الأحزاب قادر على أن يقوم بهذا الدور الآن؟ أعتقد أنه يمثل جزء بسيط، ولكن بدون رافعة دولية من مجلس الأمن، من الدول الصديقة ومن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، يستطيعون أن يكملوا جهدهم مع بعضهم البعض، ولكن لو تم عزل أي طرف، الطرف القوى السياسية السودانية أو الطرف الإقليمي والدولي، لا يحدث تكامل يحقق على الأرض نتائج ملموسة. نعم، أذهب إلى ورسو السيد عادل عبد العاطي رئيس حملة سودان المستقل. سيدي، هل فكرة رفض التفاوض هو أن السودان يرفض التفاوض تحت غطاء دولي أو إقليمي ويسعى إلى التفاوض محليا؟ هل هذه الرواية مطروحة؟ السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. نبدأ بالرحمة لأرواح الشهداء وتمني العلاج العاجل للجرحى أو الشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين. قضية التفاوض هي قضية يعني معقدة، وهي يعني تلقي ربما هذه الخلافات بعض الضوء على بعض الأشياء الغامضة. مثلا لماذا لم يتم عزل الجنرال حميتي حتى الآن من منصبه كنائب رئيس للدولة؟ هذا الأمر لم يأتي حتى الآن، لم يصدر قرار بعزله من مجلس السيادة، يعني رغم حال قوات الدعم السريع وغيرها. فربما هناك بعض الجهات ترغب في لملمة هذا الموضوع وفي توصل لاتفاق جديد مع حميتي، وهذا أمر غريب جدا بعد كل هذا القتل وبعد كل هذا الدمار وبعد الوصف بالتمرد والانقلاب وغيرهم، تجد هناك أطراف تريد أن ترجع للمربع الأول الذي سعيدنا أيضا إلى الحرب. نحن لسنا من دعاة الحرب على الإطلاق، نحن مع دعاة وقف الحرب، لكن مع تحميل المسؤولية لمن تسبب في الحرب، يعني من الجانبين. يعني الجيش السوداني اليوم أصدر بيانا
إن هناك 67 ألف تقريبا من قوات الدعم السريع شاركت في هذه العملية أو في هذا الانقلاب، والذي نحن في حملة السودان المستقبل نعرف إنه الضربة الأولى قام بها قوات الدعم السريع سواء كانت في مروي أو كانت في الخرطوم، ولكن من هو المسؤول عن وصول الأمر إلى هذا الحد؟ وهل يمكن الرجوع إلى المحطات الأولى والاحتفاظ بقوات الدعم السريع مرة أخرى كجزء من القوات النظامية؟ هذا أمر أعتقد أنه تجاوز الزمن، ومحاولة اللعب عليه يعني الآن مرفوض. ربما هناك جهات في الجيش أيضا ترفض التفاوض، تعتقد أنها يمكن أن تحل المسألة عسكريا وأنه تنهي بذلك الأمر، ولذلك هي ترفض التفاوض الخارجي. أيضا ما تفضل الأستاذ بذكره أنه أيضا المخاوف والصعوبات اللوجستية في الوصول خارج السودان الآن بالنسبة للضباط عظام في الجيش، وهناك حاجة لهم، ويمكن أن يتم يعني قنصهم أو يمكن أن يتم أسرهم أو يعني يتم يعني مختلف الأشياء التي لا يمكن التحكم فيها من طرف قيادة الجيش. فضلا عن ذلك يعني أنا أعتقد أن جوبا ليست هي المكان المناسب. جوبا تمت فيها المفاوضات السابقة حول السلام، وجوبا ليست لها القوة السياسية أو الاقتصادية أو اللوجستية أو يعني الكاملة التي يجعلها تفرض تنفيذ أي قرارات. فربما كانت هذه بعض الأسباب لرفض التفاوض خارج السودان. نعم سيد جمال الكشكي، هل تعلق أو هل توافق على هذا الطرح، وهل توافق أيضا على أنه بغرض أنه لم يتم تنحية حامدتي من نيابة المجلس السيادي، وهل يعتبر أن تفكيك قوات الدعم السريع وعزلها بقانون كما دخلت بقانون ألا يعد كافيا؟ يا سيدي الحوار، مبدئيا ردا على ما قاله ضيفك العزيز، لابد أن يكون الحل والتفاوض سياسيا. الحروب الحلول العسكرية لن تنهي أي صراعات، الصراعات تبقى متبقية وننتظر انتصر طرف. الحروب عبر التاريخ، الحرب العالمية الثانية لم تحسمها سوى طاولة التفاوض، وبالتالي هنا الحل لابد أن يكون سياسيا ومن الداخل السوداني فيما يتعلق بحسابات حميديتي ميليشيا الدعم السريع، إذا كان هو الذي بدأ إطلاق أول رصاصة فالمنطق يقول إلى أين هو ذاهب، لماذا بدأ إطلاق أول رصاصة، لماذا بدأ بالاقتتال. السؤال هنا يفرض نفسه، يرى السودان يدخل في مزالق ويعني غير محمودة العواقب، وبالتالي يصر. المنطق يقول أن القوات المسلحة السودانية لابد أن تكون برأس واحدة، الدولة الوطنية ومكوناتها تتطلب ذلك، لا بديل عن فكرة الانتقال من المكون الجهوي القبلي إلى المكون الوطني، وأن تغادر وأن يغادر السودان هذه المحطة على الفور، لأنه المحطة الوطنية هي الأبقى، هي التي تحافظ وتحميه وتنجيه مما يحاك له. كيف ينفذ ذلك سيد جمال على الأرض؟ يعني أعتقد أنه في وجهة نظري بعض الأطراف السياسية في الداخل السوداني والمبادرات العربية مثل المبادرات التي قادتها مصر وبدأتها منذ الساعات الأولى ربما يعني تلقي بنتائج إيجابية، والوقت كفيل أيضا وإن طال قليلا، لكن الوقت كفيل بحسم هذه الحرب، لأنه في النهاية نحن أمام يعني جيش يمتلك قوة، جيش وطني، جيش يثق فيه الشعب السوداني وينحاز له. في التاريخ لا توجد ميليشيا تنتصر على دولة، الدولة يعني هنا دولة كبيرة، دولة لها تاريخ، يعني أعتقد إنه اليقظة السودانية، ولمسنا ذلك في كلام رئيس وزراء الوزراء السابق حمدوك عندما يعني أطل بتصريحات تتعلق بضرورة التفاوض وضرورة وقف إطلاق النيران واحترام الهدنة ومناشدة الشعب السوداني بضرورة التمسك بخطاب يقوم على التسليم
التسامح والسلام والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومقدرات شعبها، كل هذا في النهاية قطعا سيقود إلى محطة سيكون الغلبة فيها للحوار السياسي ولمفهوم الدولة الوطنية، وربما يكون الدعم ميليشيا الدعم السريع قد أخطأت في حساباتها، ربما هناك سيناريوهات عديدة يعني تنتظرها، العودة إلى دارفور، الهروب إلى مكان آخر، كل هذه سيناريوهات مفتوحة، لكن لا بديل عن عودة السودان عبر يعني الحلول السياسية وطاولة المفاوضات، لأنه مهما يعني طالت هذه الحرب لابد أن تكتب لها نهاية. أما عكس ذلك والبديل عن ذلك فأن السودان لا قدر الله سيصبح مخزنا للإرهاب، سيتهاوى، سيدخل في نفق مظلم، الإرهاب يطع حزام ناسف يلف حدود وجغرافيا السودان، إذ ما تحدثنا على سبيل المثال عن الخطر الأكبر وكل الدراسات تؤكد ذلك في هذا التوقيت، تنظيم داعش على سبيل المثال الذي ينافس في إفريقيا تنظيم القاعدة، نتحدث عن انتشار لتنظيم له 20 فرع وشبكة يصدر منها بيانات يوميا، يستعد للقفز إلى داخل السودان مستغلا الصراعات والأزمات وتراجع الخدمات الصحية واللوجستية والاقتصاد، ويحاول ويفتح بابه الآن كما تابعنا اليوم إلى مزيد من التجنيد، ويحاول أن يملأ الفراغ لا قدر الله الذي تحدثه هذا الحرب، وخاصة إذ ما تحدثنا عن هذا التنظيم وتمدده في الساحل والصحراء الصحراء الجنوبية، غرب إفريقيا، في شرق إفريقيا، في الجنوب. يعني يكفي أنه يعني أذكر لحضرتك أن مؤشرات الإرهاب في تقرير مهم 2022 يؤكد أنه من 4 دول من أكبر 10 دول تعاني من الإرهاب في إفريقيا، نتحدث عن بوركينا فاسو، نتحدث عن الكونغو الديمقراطية، نتحدث عن مالي، نتحدث عن النيجر، كل هذه الدول وكلها مهددة، وبات الآن تنظيم داعش رابط يستعد للقفز إلى السودان، وهذا يؤشر على أنه الخطر ربما لا يمكن السيطرة عليه إذا ما طالت هذه الأزمة، وبالتالي هنا يعني الوقت سياف ما بين كل أطراف السودانية، عليهم الانتباه لهذه النقطة حتى لا نعود أو لا يعود يعني المشهد إلى مربع الصفر لعام 2003، المشهد الذي لا ينسى في دارفور. نعم، وحتى هذه التصريحات أو حتى هذه التحليلات التي تفضلت بالإشارة عليها أجمل تصريح أمين عام الأمم المتحدة حين قال أن أزمة السودان قد تتخطى حدود السودان إلى ما قد يشمل الإقليم، وهذا التصريح هو في بداية هذه الأزمة. السيد طاهر المعتصم، الحديث عن التفاوض، أيهما أسرع، الحسم العسكري أم التفاوض لأفق قادم يحدد مستقبل السودان؟ كيف ترى الأمرين؟ يعني نحن دخلنا اليوم 17 ولم يتم حسم هذه المعارك بالطريقة الحربية، بالتالي وأيضا ثيرورة التاريخ تخبرنا أن دائما الحروب تنتهي عبر تفاوض. الحسم العسكري لا يحقق انتهاء كامل للمهددات للدولة وللإقليم، يمكن أن يحدث حسم جزئي، تهفر ميليشيا الدعم السريع إلى دارفور وتصبح مهدد أكبر، بالتالي الأفضل هو التفاوض حتى يستطيع الطرفان الوصول إلى نقاط تنهي هذه الكارثة الإنسانية التي حدثت في الخرطوم. نعم، السيد عادل عبد العاطي، ذات السؤال لك، أيهما أسرع حسما، الحسم العسكري على الأرض وهل ترى له مؤشر، أم التفاوض الذي قد يطيل الأزمة في خلال هذه الصورة التي تبدت لنا في خلال 17 يوما الماضية؟ حقيقة نحن في حملة السودان المستقبل نقف مع وقف الحرب بصورة تامة اليوم، ولكن أيضا نعتقد أنه يعني الرجوع للتفاوض بوضع قيادة الطرفين مرة أخرى على المائدة، ومرة أخرى تسليم الشعب السوداني مصير الشعب السوداني لهما،
هو أمر خطير جدا جدا ويهدد بعودة الحرب مرة أخرى، لأنه هؤلاء هذين الطرفين ساهما في 3 جرائم في الفترة الأخيرة. أولا أي أطراف تتحدثوا عن الجيش وميليشيا الدعم السريع؟ لا أتحدث عن الجيش، الجيش في عيوننا، لا أتحدث عن قيادة الجيش البرهان تحديدا ومن معه، من كان يسير معه في تمكين الدعم السريع خلال 4 سنوات. هذه القوى وقيادة الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع، أولا قامت بفضل اعتصام، هذه جريمة مشتركة قام بها الطرفان. ثم الجريمة الثانية كانت انقلاب 25 أكتوبر على شركائهم في الحكم، يعني نحن لم نكن ضمن هؤلاء الشركاء ولكن هؤلاء كانوا شركائهم وانقلبوا عليهم. ثم كانت قاسمة الظهر في هذه الحرب الأخيرة التي رغم أنه بادرت بها الدعم السريع ولكن شاركت قيادة الجيش بشكل أو بآخر، سواء بتمكين الدعم السريع أو بالإجراءات الخاطئة أو بعدم التجهيز وعدم رفع. ولكن سيد عادل أنت في نعم هؤلاء الأطراف نعم تسمح لي بهذه المداخلة لو تكرمت. الخلاصة تفضل. يجب أن يذهب البرهان وحميتي من الساحة السياسية تماما، أي تفاوض يجب أن يتم بعد ذلك من رجال الصف الثاني في قيادة الجيش وفي قيادة الدعم السريع. نحن نعتبر الآن أنه هذا تدمير للقدرات العسكرية السودانية. نعم. الآن تم تدمير واسع لأجزاء كبيرة. هذه هي الخلاصة سيد عادل التي ترغب أن تشير إليها؟ نعم. هذه الخلاصة التي ترغب أن تشير إليها؟ نعم نعم. يجب مداخلة التي أجلت هذا أوانها. أنت تفضلت في بداية حديثك بأنكم قطعا في حملة سودان المستقبل قطعتم بأن من بادر بالطلقة الأولى هو أو هي ميليشيا الدعم السريع، أنت قلت نعم. ذلك صحيح؟ نعم نعم. وبالتبعية قبل هذه الحرب سيدي اسمح لي سأكمل لك هذا الطرح سيد عادل لو تكرمت. نعم ضد هذه القيادة الأسرية. تسمح لي بهذه المدخلة لو تكرمت، وبالتبعية بناء على هذا الإقرار، ألم تكن هذه الطلقة الأولى هي معطلة الاتفاق الإثري الذي كان سيدمج ميليشيا الدعم السريع في قوات الجيش ويعود الأمر إلى اتفاق سياسي عسكري طبقا لهذا المسار السياسي الذي بذل فيه الدم منذ انطلاق شرارة الثورة السودانية؟ الاتفاق الإطاري ولد ميتا وهذه الحرب قبرته، يعني أودعته القبر. أولا لم يكن له دعم شعبي واسع، ثانيا لم يكن عليه اتفاق بين الأطراف المختلفة، وكل طرف كان يعني لو ألم يضغط سيدي ألم يضغط تجمع المهنيين ثم بعد ذلك قوى الحرية والتغيير على المجلس السيادي بأن يعترف بها وأصبحت هي المتحدث الرسمي باسم هذه الثورة وبالتبعية هو المسار التدريجي التصاعدي الذي أدى إلى هذه المرحلة؟ نعم بالتأكيد لم تكن هي الممثل الوحيد والشرعي لهذه الثورة، ونعتقد أنه باتفاقها مع الجنرالات هي خزلت الثورة وبتمكينها. سيدي هو المجلس السيادي تعامل مع أقرب سيدي المجلس السيادي تعامل مع أقرب جهة منظمة تعاملت معه في هذا التوقيت، أليس هذا صحيح؟ هل يمكن أن أكمل حديثي؟ طبعا. طيب نعتقد أنه كانت هناك أخطاء فادحة من قوى الحرية والتغيير سياسية، وهناك أخطاء أكبر من قوى من قبل المكون العسكري سواء كانت جنرالات أو كان الدعم السريع. بالتأكيد هذه الحرب يتحملها الدعم السريع، ولكن أيضا يتحملها البرهان الذي سمح بتمدد الدعم السريع إلى هذا الحد، والآن يدفع ثمنها الجيش السوداني ويدفع ثمنها المواطن السوداني. هذه الحرب يجب أن تقف، ولكن لا يجب أن نرجع إلى الخطوط القديمة، أي المحاصصة السياسية وقسمة السلطة ما بين بعض العسكريين وبعض السياسيين المدنيين. لا، يجب أن تكون هناك فترة انتقالية حقيقية قصيرة محدودة الأمد ومحددة المهام تنتهي بانتخابات حرة وديمقراطية. هذا هو المطلوب، وليس يعني مد أجل الفترة الانتقالية ومد صراعات التي موجودة فيها والتمديد لوجود الميليشيات المختلفة والتمديد لوجود هذه الظواهر الشاذة، ظواهر وجود ميليشيات في داخل الوطن الواحد، وبل وإنها تصبح من القوة بحيث إنها تهاجم الدولة وتهاجم الجيش. هذا الأمر يجب أن ينتهي ويجب أن يحاسب المسؤولين عنه أيضا. سيدي أنت تتحدث في هذه النقطة عندما انتهت إليه، ولكن لم نرصد سويا منذ البدايات حالة الاعتصام والضغط السياسي وفكرة الاعتصام الدائم والضغط على المجلس السيادي هي ما أدت إلى هذه التراكمات التي تستنكرها.
نعم أنا أعتقد أنه كان يجب الاستمرار في الاعتصام، خصوصا بعد فض الاعتصام ما كان يجب إطلاقا التفاوض مع من فضوا الاعتصام أي البرهان وحميتي، بل كان يجب إبعادهم كما أبعد غيرهم. حتى لا نكرر ذات الحديث، أنا سأتحول ابقى معي سيدي، سأعود إليك مرة أخرى. السيد جمال الكشكي، كيف تعلق على هذا الطرح وهذه الرؤية عند هذه النقطة مما آلت إليه السودان من اشتباكات عسكرية كانت كنهاية لمقدمات سياسية سعت إليها السودان إذا لم لمت أمورها؟ كما ذكرت لك في بداية حواري، من تربى في الصحراء يحترف السير في المنحنيات. دجلو يعني تمرد على الرئيس البشير الذي أتى به، وفي نفس الوقت يعني ادعى يعني المرونة في اتفاق جوبا وفي اتفاق الإطار، وعندما دخلت الأمور في حيز الجدية وكان يعني المجلس السيادي يرى ضرورة لملمة الأمور وحل الأزمات والتعامل مع اللحظة يعني، ودخل حميدتي في المجلس السيادي وكانت لها ظروفها حفاظا على يعني الرؤية العامة والمشهد العام داخل السودان، وهذا ربما اللحظة تفرض رؤية معينة قد تتغير. ورغم ذلك عندما اقتربت اللحظات والساعات من الاتفاق الإطاري قطع حميدتي الطريق، لأنه بداخله أفكار وأوهام مختلفة. هو كل ما يسيطر عليه هو الأطماع السياسية في السلطة، ومن يفكر في الأطماع السياسية والسلطة لا تهمه سوى ذلك، ولا تهمه سوى الكراسي والجلوس عليها، وبالتالي يعني انخرط في مشاهد الحرب والاقتتال ظنا منه أنه قد ينجز ذلك وأنه يصل إلى المقعد الذي يدور في خياله في أقصر وقت، ومتمردا على كل القواعد. هو يعلم جيدا أهمية الجيش الوطني السوداني، ويعلم جيدا يعني التفاف الشعب السوداني حوله، ورغم ذلك يعني لم يدر باله تجاه كل هذا، وواصل في غيته وفي طريقه إلى يعني الحرب والاقتتال، ويعني في قاموسه ومراحله إذ ما يعني رصدناها وتوقفنا أمامها نجد أنها اتسمت في كل مراحلها بالتمرد وعدم إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نعم السيد طاهر المعتصم، الوقت انتهى، ولكن خلاصة فكرتك في هذا الطرح ما هي؟ أنا أعتقد أنه من الخطورة بما كان على الدفع بهذه المعارك إلى الأمام، الأوضاع الإنسانية الآن والتي لا يلتفت إليها الجميع في أسوأ حالاتها، السودانيين حقيقة يعانون، وأنا قادم من هذه المعاناة. المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع يا سيدي تشهد انتهاكات مهولة، انقطاع للمياه، انقطاع للكهرباء. هذا الأمر لو لم تتحقق هدنة حقيقية عبر مفاوضات لإنغاز المدنيين سيدفع الثمن، ودفع الثمن بالفعل المواطن السوداني. شاكر لك من القاهرة السيد طاهر المعتصم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، شكرا على هذه المشاركة. كما أشكر من ورسو السيد عادل عبد العاطي رئيس حملة سودان المستقبل، شاكر لك سيدي على هذه المشاركة. ومن القاهرة السيد جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، شاكر لك سيدي أيضا على هذه المشاركة، شكرا لكم.